ما تمت مؤاخذتها ومعاقبتها من أجل الجرائم التالية. وهنا كتشوفوا من فوق المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة، قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد ماذا؟ بقصد التشهير بهم. أنا واحدة من الضحايا بيسوع. شوفوا أنتم المشاركة والقانون المغربي يعاقب المشارك الفاعل الأصلي. هنا عندها تهمة المشاركة في بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم. عندها البث والمشاركة وكذلك المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة اللي قلت لكم قصد عن طريق الاحتيال. فهذا الشيء كامل فين كان؟ واش كان في حساب الشخصي ولا كان في حمزة مبيبي؟ كان في حمزة مبيبي. فهنا هذا وهذا الشيء اللي كتشوفوا قدامكم هذا صادر عن المحكمة الابتدائية وكذلك عن المحكمة الاستئنافية أو محكمة الاستئناف. وحتى لا أطيل عليكم ولفضح ادعاءات النقيب 20 أطلب منكم الرجوع إلى الصفحة 60 من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش والذي جاء فيه ما يلي. نعم أعطيني الحكم ابتدائيا، الحكم لأنه ابتدائيا يسمى الحكم والصادر عن محكمة الاستئناف يسمى قرار. شكرا لك سيدي النقيب لأنه عن طريقك زدت علمت يعني لأنه تبعت مزيان هذيك المسرحية أو المرافعة التي كنت فيها الحكم وكنت فيها القاضي وكنت فيها المحامي وكنت فيها النيابة العامة وكنت فيها كل شيء، حتى الصحفيين لم تسمح لهم بسؤالي. فأنا هنا غادي نعطي هذا المقدم وغادي نسمح لكم طبعا بالسؤال. أعطيني نعم. القانون لاحظوا معايا واسمعوا، هذا طبعا كيف الصفحة 60 من الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية. واللي بغى منكم أي معلومة أنا أمامي جبت معايا الحكم الابتدائي كامل 80 صفحة كما قال السيد بوعشرين، ولم وموراكم منه غير جوج سطورة أنا بالنسبة لي، لأنه 80 صفحة وكتوري منها غير جوج كلمات ما نقولوش ويل للمصلين وكان قطعوا، كنقولوا ويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهم عن صلاتهم ساهم استقبل الله العظيم. شوفوا معايا فين هذا خليه عفاكم. إن المحكمة من خلال اسمحوا لي واخا نطول عليكم ولكن بغيت نقرا عليكم لأن مابغيتش نضحك عليكم بجوج كلمات ونمشي. وحيث إن المحكمة من خلال ما سطر أعلاه وبعد دراستها كتشوفوا اللي كنقرا وبعد دراستها لأوراق الملف ثبت لدي تواصلهما مع مسير الحساب في العديد من المرات، هذا كلامهم، وكذلك مع المدعو أسامة العجمي التنسيق معه على مهاجم طبعا التي غايتها المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وهو ما أكدته في جميع الدواء وأثبتته الخبرة المنجزة على ذمة القديم عن الخبرة اللي دار هو دار دولي وداك الشيء كامل جاي مطابق يعني ما كاينش خلاف، وكذلك الشهود المستمع إليهم كتسمعوا يعني شنو هما الأدلة من غير الخبرة الاعترافات قلنا اعترفوا والخبرة ودابا كتزيدوها شهود، كذلك الشهود المستمع إليهم من طرف السيد قاضي التحقيق يجعل الركن المعنوي القائم في حقهما مما تكون معه عناصر المشاركة مستجمعة في نازلة الحال ويتعين مؤاخذتهما من أجلها. هذا الشيء وراه لكم لا أعتقد أنه ما بعدش يعني استئناف يعني قيل وثبت.
والتنسيق معه على مهاجمة وقرصنة وتدمير حساب كل من يسيء إلى المتهمة. الحكم أكد أيضا أن المتهمة دنيا باطمة تواصلت مع مسير الحساب بخصوص زوجي كيف قلت لكم، وأن مجرد التواصل معه بهذا الخصوص يجعل منها مشاركة لحساب أو مسير حساب أيا كانت هويته. النقيب بعشرين صعيب عليا واش ماكوش ناقش القانون. وحيث أسس الحكم المستأنف، دابا جينا محكمة استئناف، استئناف الحكم النهائي، يعني كيبقى النقد والإبرام، يعني يمكن المحامون يفهموا أكثر مني هذه المسألة، وأنه النقد والإبرام يعني آخر محطة، ولكن الحكم يسمى في الاستئناف يسمى حكما نهائيا، يعني كيف ما كان كتبقى بيسر كتبقى النقد والإبرام، ولكن ما كيتناقشونا موافقتهم والمشاركة في بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص. أعطيني أعطيتيني الصفحة الثانية. في حق قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم في حق المتهمة دنيا فاطمة، وجنح المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق في حق المتهمة ابتسام فاطمة على ما ثبت إليهما معا من خلال استقراء أوراق الملف ومجريات البحث وتحقيق في القضية ومناقشتها، ومن خلال تأكيدهما تمهيديا، ومن خلال تأكيدهما هما جوج تأكيدهما تمهيديا وأمام النيابة العامة، يعني في محكمة الاستئناف أمام السيد الوكيل العام طبعا لأنه هي فيرم النيابة العامة، وكذلك أمام السيد قاضي تواصلهما مع مسير الحساب. اعترفوا وقالوا كل شيء، اعترف استئناف كانوا في الأول في ابتداء اعترفوا عودوا ثاني مرة أخرى، ومن خلال تأكيدهما تمهيديا وأمام النيابة العامة، وكذلك أمام السيد قاضي التحقيق تواصلهما مع مسير الحساب التحقيق، كما أن علاقة المتهمتين المذكورتين بالحساب المذكور وبمسيريه أكدته أيضا المتهمة صوفيا الشاكري تمهيديا وكليا، وكذا أمام السيد قاضي التحقيق كما أكدته المسمات سكينة جناح، يعني زادوا شهدوا عليهم من غير عيش عياش، شهدت صوفيا الشاكري وشهدت غلامور اللي هي سكينة جناح. والحكم المستأنف بقضائه ثاني، يعني ما فهمتش أنا كيف سيد النقيب غاب عنك. لا أخاف إلا الله سبحانه وتعالى، قلت لك جيت مسلحة بشيئين، الله سبحانه وتعالى والحقيقة التي أمامي والتي أغبتها أو حاولت إخفاءها عن الناس. وهنا يحضرني قول الشاعر ابن المعتز، كتعرف واحد ما قول إحنا كنقولوا لا تحتقرن صغيرا في بقلة فإن البعوضة تدمي بقلة الأسد، لأنه يعني بالنسبة لي حاولي هذه 22 فبراير انتخل النقيب السابق وتكلم عن براءة موكلته، هل هذا هل هو خلق للقانون أم يريد تضليل الإعلاميين اللي كانوا حاضرين لذلك، بالرغم بأن الحكم النهائي أخذ في محكمة الاستئناف ولا زال متابع في محكمة النقد. بماذا تبررونه أستاذة؟ كلمة أخرى أستاذة، سؤال أخر. نعم. كلمة في حق السيد أستاذ المديني وشكرا. والله الأحكام هي تصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون كما ترون، اللي كيكون كنديروا شي صفحة، يعني الصفحة الأولى من الحكم ابتدائي أو من استئنافي هناك القانون يصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. فكنقول له كان من الأجدى ومن أحرى ومن الأقوى ومن الأفضل لك سيدي النقيب السابق بعشرين استعراض العضلات
المحكمة وإقناع القضاء وإقناع النيابة العامة وإقناع قاضي التحقيق بما قمتم باستعراضه في فندق خمس نجوم؟ هذا جوابي. لأنه هي دابا أي واحد يدير أي جريمة ويجي لطير هنايا ويقول لكم صافي غادي نتبرى. أنا هذا أسميه طعن وتشكيك وتحدي للقانون والقضاء المغربي. السلام عليكم. سؤال آخر. أنا سؤالي الفنانة سعيدة شرف، هل فعلا ما حقيقة مطالبتكم بتعويض عن الضرر بقيمة 50 مليون سنتيم؟ نقطة أخرى، ما هو تعليقكم بخصوص خلال تلك الندوة في نشر معلومات خاصة بغض النظر عن الاسم؟ هناك العنوان، تاريخ الازدياد، العنوان الشخصي بالتفاصيل. وسؤال أخير الزملاء إذا سمحتوا، يعني كان هناك حديث على تسجيلات صوتية الفنانة ديالنا سعيدة شرف. لا تعطيني عافاك سؤال بسؤال، لأنه ما شاء الله أنا احترامي ليك، أعطيني سؤال بسؤال. طيب، السؤال الأول بخصوص مطالبتكم بتعويض عن الضرر بقيمة 50 مليون سنتيم. أول شيء ما يحضرني، لأنه غادي نبين الدليل والإثبات، قرار الاستئنافي. أول شيء أنت سولتني عن طلب التعويض، أعتقد وليس أعتقد هو شيء أكيد، القانون الدستور المغربي شرع لي كل حق في أني نطالب حقي وأنت تطالب حقك، ولكن لا لتوزيع المغالطات. أنا فقط كنقلب على التعليل بالحكم الاستئنافي باش تشوفوا بعينيكم. أول حاجة راه باقا كنقول هذا الكلام، وأتحداك سيدي النقيب أمام الملأ أنك تقول سعيدة شرف قامت بشكاية. جيب لي عدد الشكاية أو رقم الشكاية، جيب قدام الناس وقدام الإعلام المغربي واللي بغيتي، جيب لهم وثيقة أو شكاية موقعة باسم سعيدة شرف. أنا لحد الساعة ولحد الآن لا أنا ولا دفاعي الممثل في شخص السيد النقيب المحترم الأستاذ الصباري لحد الآن ما عمري درت شكاية، لا بدنيا باطمة ولا بكل المتهمين، فقط أنه درت الشكاية بالحساب. أنا كنقول لكم كنتحداه، غتقولوا لي شنو بين لك ياك داكشي اللي باه، فأنا غير باش نجيك للحق، الحق المدني علاش طلبته. فالقضاء جرم المتهمين، جرم أنا اللي طالبت بالحق المدني منهم، شكون؟ دنيا باطمة، ابتسام باطمة، وأسامة العجمي. القانون من اللي كيجرم وكيبين الناس اللي من وراء حمزة مونبيبي، هذيك الساعة أنا من حقي، مع أنه الدفاع ديالي، هيئة الدفاع ديالي هو اللي دار هذا الإجراء، لا علم لي به أصلاً. يعني أكثر حاجة يمكن نطلب هو أنه الحق يتخاب والردع، لأنه كل واحد تولى نفسه يقوم بالتشهير وبالإجرام، هذا هو اللي باب مفتوح للجميع. فالدفاع ديالي من حقه وقانونيا خولوا لي القانون والدستور المغربي، وقالها انك تحتكرين الصحراء ياك. اولا اشفق على نقيب سابق بان ينزل لهكذا مستوى، لانه هذا مستوى لا علاقه له بالقانون، اشفق عليه لانه الاخلاق المهنيه، وكان من الاجدى ومن الانسانيه ان لا يعرض سعيده شرف كامراه مغربيه، لانه كيف ما كنت حتى انا كنبقى امراه مغربيه وكنبقى مواطنه، كيف له هو رجل قانون وقام قانونيا عمره كيف قلت لكم كيعاد بحال عمري انا، عمرك القانوني كيف قصه التاريخ؟
كنصحك سيدي النقيب تمشي تدرس التاريخ وتعرف شكون جدي، لانه قلعه اسراغنا هي قلعه الشرفاء والعلماء والمفكرين، وتهكمك سيدي النقيب لن ينقص منهم شيئا. شكرا لك سيدي النقيب. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.